مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اسمي عامر برازي، رح اعرفكم اليوم عن الجيمنج لايف تاعيتي وقتلوني. عرفنا على نفسك. مرحبا، اسمي عامر برازي، عمري 28 سنة، أنا ديجيتال ديزاينر وعايش بالإمارات دبي. كيف بدأت اللعب؟ بلشت ألعب فيديو جيمز أنا وصغير صراحة، كنت أذكر ماما كانت تشجعني على إنه أجيب علامات منيحة وكنت منيح بالمدرسة وضلني أجيب علامات عالية كرمال تجيب لي فيديو جيمز، فهيك بلشت حسب ما بذكر. ما هي أكثر لعبة تكرهها ولماذا؟ Destiny. We all know what needs to be done. Get up close and personal with Go. Put a bullet in his head. نزلت من 5 سنين تقريبا، 5 سنين ونص. كانت لعبة كتير حلوة وأخذت ضجة كتير كبيرة على البلاي ستيشن، بس السبب الوحيد اللي كرهتها إنه كتير تعلقت فيها وكتير صارت أديكتيف بالنسبة لإلي، وهي اللعبة أنت مضطر تلعب كل يوم، بضلك تلعب كل يوم لحتى ما يروح عليك قصص. من شي 3 أشهر قلت إنه خلص اتس تايم تو موف أون، في قصص كتير يعني عم بتصير بالحياة وأنا بالنهاية يعني مجوز وعندي عائلة. لعبة تحبها؟ صراحة ريسنتلي عم بلعب كنت فورتنايت، هاي اللعبة هلا أخذت ضجة كتير كبيرة، في عالم يعني عم ببلشوا ينبهوا منها عشان اتس هايلي أدكتيف، أنا بالنسبة لإلي صراحة لا اتس مور فان. سو من كم يوم كنت عم بلعب فورتنايت وفايت سولو جيم، هدول من الانتنس فايتس اللي كنت عم بلعبهم، مثل ما شفت هون انه تلنا كان في انمي بوجنا خلصت عليه وابيرنتلي هون بطل معي مات، فبعد في انا وشخص وبعد في 20 سكندز قبل ما تروح الستورم على السيركل اللي عنا اياها على الماب، فمعي 11 اتش بي هيلث و 50 شيلد، فاتس فيري لو ستاتس لشو يعني لاخر فايت، وهو بعده قاعد تحتي هون، فبست سوليوشن كان انه انطر الستورم لتمشي ولاست سكند خلص نط واوصوا يا هو بيقتلني يا انا بقتله، فانطرت هون لاخر سكند مثل ما شايفين انه نطيت ورمت، وهو يا حرام يعني ما صابني غير يمكن 1 بوليت، ف هي didn't win the game وانا I stole it from him. ولا تخلي السولو يعني 6 كيلز 7 كيلز هيدا افريج صراحه، في مور برو بلايرز بيخلصوا 14 13 it depends يعني بين كل شخص شخص. لعبة تستفزك؟ God of War. هاي اللعبة يعني it's a solo game فصعب كتير، فit's so challenging صراحة، بضلك تخليك معصب، فكل ما تموت يعني بتعمل ريج بتعصب بتصير انه بتستفزك بشكل مش طبيعي، ف that's the game. ماذا تحب أن تنصح باقي الجيمرز؟ نصيحتي للجيمرز إنه العبوا، بس في أشياء تانية بالحياة، ما معقول إنه وقفوا لعب أبداً، بالعكس أنا عم جيمر من وقت ما كنت صغير ولح عم ستيل أنا بي جيمر لحتى أكبر، بس أعطوا وقت لعائلتكم، أعطوا وقت لشغلكم أو لدرسكم، don't commit للبلاي ستيشن أو للكمبيوتر أو وات ايفر بلاتفورم تلعبوا عليه، لأن في قصص أهم بالحياة. ما هو طموحك في هذا العالم، عالم الجيمر؟ طموحي صراحة someday اشتغل ببلاي ستيشن سوني صراحة، لأن بشوف حالي إنه أنا إذا بحب هيدا الشيء وأنا ديجيتال ديزاينر، فبحس إنه بقدر أعمل قصص، بس it's gonna take time، وطالما عم focusing على شغلي وعندي وقت الجيمنج برا it's not gonna happen anytime soon. وما رأي الأهل بهذا اللاعب؟ اهلي ماما وبابا كانوا اثنيناتهم يشجعوني، فكنت ادرس والعب جيمز ليترلي، ضليتها كل حياتي لتخرجت من الجامعه ادرس والفري تايم تاعي كنت اقعد العب جيمز، كنت عامل بالانس. وقت تزوجت صارت اصعب الامور شوي، زوجتي صراحه يعني حسيت انه I'm spending too much time on games وما عم بعطيها وقتها، بس eventually يعني صرت عامل بالانس بين الورك لايف تاعيتي، بيجي على البيت I give them their time لبنتي ولزوجتي وبرجع after 10 في كتول I spend 2 hours 3 hours I game و that's it، يعني في بالانس. وما هي أطول مدة لعبت بها بشكل متواصل؟ كانت لعبة دستني، كانت نازلة ريد جديدة، وكانت وهيدي اتس تيم اوف 6، يعني أنا وست أشخاص من رفقاتي ضلينا قاعدين تقريبا 16 17 ساعة لحتى خلصناها. موقف محرج تعرضت له داخل اللعبة وأنت تلعب مع الأصدقاء. المشاكل اللي بتصير لما أنت عم تلعب أنت ورفقاتك، يعني بتكون عم تلعب مع تيم ورفيقك بيغلط غلطة فبتصيروا تتخانقوا، فبصير فيها إحراج القصة، لأن يعني ممكن يكون أكبر منك ب 20 سنة، يعني أنا بلعب مع جيمرز واحد عمره 40 سنة، ناس عمرها 45 سنة، فبس هي الإيدج جاب اللي بتخليك إنه ترجع تقول إنه لا صار شيء غلط، إنه تسحب من حالك. لو كنت مطور اللعبة، ما الشيء الذي ترغب بتغييره؟ اللعبة اللي بتمنى تطويرها هلا صراحة هي فورتنايت، يعني الديفلوبرز عم يعملوا شغل كتير حلو، بس المشكلة اللي عندنا إنه لازم يعملوا سيرفرات بالدول العربية، يعني هلا بتعرفوا أنتم بالجيمنج اندستري في عندكم البينج والكونكتيفيتي، كونكشن عندنا كتير منيحة، بس الشركة اللي برا لازم يعملوا سيرفرز بالميدل ايست أو شيء قريب لنا لحتى تصير الجيم سموث أكتر ويبطل في تعصيب على الكونكشن او وات ايفر، يعني هن يصير عندهم انترست من برا عنا بالدول العربيه. هلا بدنا نفتش على جيم بيسكلي عم فوت سولو، عم تعمل فاني ماتش، بتاخذ هيك شويه دقائق لحتى ميبي سكندز يعني لتلاقي جيم. فوت اثنين بدهم ينزلوا، يعني نازلين معنا اثنين، واحد نزل على السطح، كان معنا تاكتيكال، واحد فات على البيت اوريدي، طالع لي، اوكي، هو حاول حرام بس ما قدر يعمل شيء، ياخذ اوكي. هلا عمرت وول، عم بعمل اديت لان هو برا، اوكي عم بحاول، اوكي اذا بخليه يقرب بيكون عندي انجل عليه احسن، هو مزبوط هونيك بس ما عنده انجل علي مثل ما انا عندي انجل، لما بشوفه بيسكلي البرسبكتيف اللي هو بده يجي منه ما رح يكون عنده انجل منيح علي. هيز ستيل اوت ذير، اوكي ابيرنتلي ما حقدر اطلع من هون فرح لف، اوكي هو صار على السطح المفروض، اوكي كنت عم بحاول افتح تشست من انه يطلع لي شي شيلد او شي لحتى اقدر حاربه، بس هو بعده فوق، اوكي اجا اكتر عالم، اوكي اجا عالم منيح صار، هلا صارت حاجة مظبوط. اوكي اوكي ليتس سي، بدنا نطلع له. عم بيمشي. اوكي هي وراي. اوكي. خلصنا منه. يعني هو المفروض يعني جرب اكثر شيء عمله، بس الغلط اللي ما عمله انه ما عمر، وقت ضربته اول شوت جان هيت الغلط منه انه ما عمر، كان في يعمر الرامب ويخلص حاله. هلا ستيل نحن يعني ما عندنا ادفانتج على اللي ضدنا بعد، بس انه اوكي هذا كمان واحد، بعد في عالم اتخانقوا هونيك. هلا نحن وات وير دوينج از وير ثيرد بارتيينج ذا فايت، يعني هن ما منتبهين لي، فانا عم بستغل الوضع وانه اوكي شافني، اوكي هي سو ويك، مش فوق، اوكي هي هون، اوكي هي I tagged him he's dead. نرجع نشرب شيلد في تشست فوق، ايه دايما تشست بنزلوا لك لوت منيح اذا كان بدك شيلد او مثلا فور اكزامبل، خلاص هننزل نظبط الارينجمنت كده. سامع فايتس انا حواليا، مجرد نكبسهم. هو وبالجيم ما ضروري يعني دايما وقت تشوف فايت تروح تكبسوا الفايت، بس انا كيف البلاي ستايل تاعي دايما وقت اشوف فايت اثنين عم بيتخانقوا او بشوف واحد لحاله اي دايما اي اولويز بوش ذم. اتس مور فن تو جيت كيلز من انه تقعد وتنطر تضلك للاخير وتجيب الوين. يعني alright you will still win، بس انه يعني ما بتكون جبت هالكيلز اللي يعني تنبسط فيهم. فكل ما تجيب كيلز اكثر كل ما انه العالم تشوفك انه اوكي هذا بيعرف يلعب اكثر، معه كيلز let's say 15 14. نجمع شوية نقط. هلا انا ام 100 شيلد 100 هيلث، ام جود تو جو صراحة. طيب let's see how we can fight. اوكي المفروض الهاوس اللي بوجهي لوتد. اوكي هيون فوق بلاك توبس. هلا هيون يب في واحد بالبيت. اوكي هي ورايا دغري، انا اللي عملته هو مظبوط او وصلني. اوكي ما بعرف شو عامل بس انه غلط. اوكي بعد في ناس هي بوجهي. هلا انا عم بزتوا علي جرينيد لانشر اللي بحاول اعمله انه اخذ شيلد على السريع ما حيخليني. اي تاجد هيم. هلا في واحد وراي. يب في واحد وراي. عايزين لعبة ما تنيمكوش من الإثارة؟ تعالوا معايا. عرفنا على نفسك. أنا اسمي آدم، عندي 31 سنة، أنا مصري بس عايش في أبو ظبي. أنا شغال حاليا فيديو إديتور، مونتير، في بعض الأحيان بشتغل مصور. ويمكن ده ليه سبب ما بارتباطي بالجيمز، لان انا بحب التصوير بتاع الجيمز، الجرافيكس الحاجات دي، عشان كده هي مرتبطه بشغلي بشكل ما. ما هي اكثر لعبه تكرهها ولماذا؟ جي تي اي. أكتر لعبة بكرهها في تاريخ الألعاب، لأن هي لعبة محدودة الذكاء ومحدودة التطور، وهي قايمة على إن في واحد بيمشي يقتل ناس وخلاص. كل الأجزاء اللي طلعت منها هي نفس القصة، مهما تتطور فيها الجرافيكس ومهما تطورت فيها الصورة، ستيل في النهاية مفيش كونسبت في اللعبة، واحد بيمشي يقتل في الناس. لعبة تحبها؟ انشارتد. اللعبة اللي فعلا عرفت ان هي تشدني ليها، لان هي مش مجرد واحد معاه مسدس وعمال بيقتل في ناس، ولكن فيها فكرة وفيها قصة وفيها جرافيكس وفيها اكشن وفيها دراما وفيها كل العناصر اللي ممكن تحببك في لعبة. لعبة تستفز. بيس. بيس من افضل الالعاب اللي بتستفزني، لان هي ما فيهاش ليفل واحد، ليفلها بيعتمد على الشخص اللي انت بتلعب معاه، فبيبقى في نوع من التحدي، ومهما مثلا خسرت في اللعبه دي ابقى لسه عايز العب تاني ولسه عايز اجرب، ومره اكسب. ممكن العب مع واحد شاطر جدا وفي مره اعرف اكسبه، وفي مره تانية هو يغلبني 20-0، ده عادي جدا مش مشكله. ماذا تحب ان تنصح باقي الجيمرز؟ نصيحتي للجيمرز ما تسمعوش ابدا للرسائل السلبيه، العبوا مهما كبرتوا في العمر، العبوا، الحياه فيها مصاعب كتير وفعلا اللعب بيخرجنا منها، بس اوعى تخليها تاخدك، لان هو ده بس يبقى حياتك. ما هو طموحك في هذا العالم، عالم الجيمز؟ طموحي في عالم الجيمز ان في يوم من الايام هيبقى في لعبه انا ليا بصمه فيها، سواء انا صاحب فكرتها او ساهمت في الجرافيكس بتاعها او في الإيديت بتاعها في اي شيء، بس عايز اسيب بصمه في عالم الالعاب. وما راي الاهل بهذا اللاعب؟ اهلي والجيمز كانوا دايما طريقين متقاطعين، يعني خناقات مستمره بسبب الجيمز، ما كانوش متقبلين الفكره. لكن مع تطور الجيمز وابتدى والدي في مره شافني بلعب بلاي ستيشن بلعب كوره، فما كانش مصدق ان دي لعبه، هو كان فاكر ان هي حقيقيه، ما كانش كان فاكر ان دول الناس لعيبه بجد بتلعب دلوقتي لايف او حاجه. فابتدى يستوعب فكره ان في ناس كبار بتلعب جيمز، وحاليا والدي والدتي من اقوى لاعبي المزرعه السعيده على الفيسبوك. وما هي أطول مدة لعبت بيها بشكل متواصل؟ أطول فترة قعدت ألعب فيها تقريبا كانت 24 ساعة متواصلة، وده يعني رقم قد يكون قليل في عالم الجيمز بالنسبة لناس كتير، بس أنا عشان ما عنديش أجازات كتير في الشغل فده كان أكتر رقم بالنسبة لي أقدر إن أنا أقعد 24 ساعة متواصل ألعب. كانت لعبة انشارتد اللي أنا بحبها جدا، وكان لسه منزل الفيرجن الجديد اللي هو الجزء الرابع، وكنت مبهور جدا بالجرافيكس اللي فيها. فعلا أنا ما قدرتش أنام، يعني أنا كنت بادئ اللعبة وأنا نعسان جدا، ما عرفتش أنام غير لما لقيت نفسي مخلص اللعبة. موقف محرج تعرضت له داخل اللعبة وأنت تلعب مع الأصدقاء؟ أكتر موقف محرج تعرضت له في اللعب إن أنا كنت لعبتي المفضله برضو كولف ديوتي، فكنت داخل اونلاين مع اصحابي، قررنا فيهم ان احنا هنجتمع اونلاين ونلعب اللعبه، وانا كنت فاكر ان انا احرف واحد فيهم، فقلت لهم بس انتوا خلاص انا المعلم بتاعكم في اللعبه دي. الحمد لله من اول جيم خسرت. لو كنت مطور اللعبه ما الشيء الذي ترغب بتغييره؟ اللعبه اللي انا اتمنى ان هم يطوروا فيها اكتر من كده هي انشارتد برضو، لان هي لعبتي المفضله، فاتمنى ان انا كل مدى اشوف فيها حاجات في اضافات اكتر تخليني العبها اكتر. اتمنى اي شيء يوفر لنا المزيد من القتال الان. اوافق. من ضمن الحاجات اللذيذه في اللعبه ان هم ضافوا شويه خواص جديده في الفيرجن ده او في الجزء الرابع من اللعبه، ما كانتش موجوده قبل كده. ده من اهم الحاجات اللي بتخلي اللعبه تتطور، ان هو يضيف فيها شويه خصائص جديده تخلي اللعبه مشوقه اكتر او تخلي الواحد ما يزهقش من اللعبه بسرعه. يعني خاصيه مثلا ان الواحد يستخبى ما بين النباتات، ما كانتش موجوده قبل كده. استنى يلف ظهره وبعد كده نجري. اوبا، حد يشوفنا. اعتقد ده الوقت اللي احنا ممكن نبدا فيه الاكشن. اوبا، مهم انك تعمل ريلود للسلاح بتاعك من وقت للتاني، عشان اوقات بتتحط في مواقف وحشه لو السلاح خلص منك فجاه وانت على اخر مثلا طلقه. كان ذلك طبعا الاستراتيجيه كانت ناجحه جدا، ان احنا ابتدينا نقتل فيهم كده واحد ورا التاني في الهداوه قبل ما يتلموا علينا كلنا. يعني هي اللعبه كلها معتمده ان احنا بندور على الكنوز القديمه المدفونه على مر التاريخ. لا ده كمان فيها فكره ان احنا بنلعب باركور، ان احنا بنتنطط وبنتشعلق. هنا برضو دي احدى الخواص الجديده في الفيرجن الرابع. اوبا، يمكن برضو من الحاجات اللي بحبها في اللعبه دي ان هي خلف تلك الجدران، يعني انا عايز اعمل الكلام ده في يوم من الايام، في يوم من الايام هعمله يعني. يلا بقى على طول، مش مستاهله نستخبى، هم كلهم ثلاثه. من ضمن الحاجات المهمه في اللعبه ان انت تبقى عارف هم بيقولوا ايه، عشان كده انا نظرا لان انا الانجليزي بتاعي مثلا بعافيه شويه، فانا مهم بالنسبه لي ان انا اخلي اللغه هنا عربي عشان افهم بيقولوا ايه. ده اللي مبني عليه درجه استمتاعك باللعبه، انك تبقى فاهم انت بتعمل ايه، مش مجرد ان انت ماشي عمال بتقتل في ناس وخلاص، لا انت فاهم بتعمل ايه. ده هيخليك مستمتع جدا باللعبه وهيخليك فعلا حابب اللي انت بتعمله. مش مجرد طبيعه، لا ممكن تبقى بتتعلم حاجه من اللعبه. هل هذا ما كنت تفعله طوال تلك السنين؟ تقفز حول الاطلال؟ نعم، والتعرض لاطلاق النار. تعرضت لانفجارات وركمات وركلات والطعن والتخدير. انا اللعبه دي لما بلعبها بنسى نفسي. ايه ساعدني. ويمكن جزء من حبي للعبه دي هو متعلق بحبي للمغامره، ان انا نفسي في يوم من الايام اقدر اسافر والف العالم واشوف اماكن جديده. دي من احدى الحاجات برضو اللي عجباني في اللعبه، ان اللعبه مش كلها اكشن، ولكن في جزء منها الغاز بنحاول ان احنا نحلها، بنحاول نفك الشفرات عشان نقدر ان احنا نعدي العقبات ونفتح الابواب. يا مدخن اديني ولاعه. هذا يؤذي مشاعري، ليس بقدر ايذاء رئتيك. شكرا ايها الابو ظبي. اليس هذا مبهرا؟ هنا نبتدي نشوف الباب بشكل مختلف. الضوء قد فلنرى اذا. وبما ان في حاجات بتتحرك، اذا احنا نقدر نحرك الضوء ده بحيث ان هو لما بيجي على البلورات دي فبينور. ده معناه ان هي ليها صله بشكل ما، ودي من العوامل المشوقه في اللعبه في الواقع، ان انت بتقعد تدور كتير عقبال ما بتكتشف. ايوه شكرا. افتح يا سمسم. فتح سمسم. منظر جميل لكن لا كنز. لا لكن أترى تلك الصلبان؟ نعم. هل هذا كهف في الأسفل؟ يبدو أن إيفري يحاول توجيهنا للمكان التالي، لكن هناك مشكلة واحدة. العودة من هنا تعني العودة من الكاتدرائية، ونعود تجاه ريف. تبا، لا داعي لإبقائه منتظرا. أشعر بتوتر. إنه هذا ممتعا. مرحبا واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. لا عايزين لعبه متنميه.